انا بقول لكابتن مانولاس اجهز اجهز، ده احنا هننفخك وهننفخ اللي جايبينك في ايطاليا وفي اسبانيا. الفرقه بتاعتنا ما بتعرفش تدافع، برضه لسه عندنا نفس المشاكل الدفاعيه ايام فالفيردي هي، بس الحمد لله بقى عندنا لعيب بيجري من غير كوره، حاجات جديده يابا بنعملها في عالم كره القدم. اللعيب بتاعنا بيجري وهو مش معاه الكوره، وعلشان يفتح مساحات شوف ابداع، ولا حاج جيجي سيتيان بيعمل العجب والله، ولا صيام فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. برشلونه بيكسب ليفنتي 2-1 في الدوري الاسباني علشان خاطر يفضل مع ريال مدريد في ملاحقه المركز الاول، وان احنا مش هنسيب لكم الليجا كده، ده هي اللي حالتنا يابا. يعني احنا لو سيبنا لكم الليجا نروح دوري ابطال نتغلب في دوري ابطال ونرجع الليجا اللي هي خلصت لريال مدريد، ده انا حتى بسلي نفسي بالليجا بتاعتي. يعني هي الليجا ايه غير برشلونه بطلها اخر السنه؟ برشلونه النهارده بيلعب ال 4-3-3، هي بيلعب برده بانسو فاتي على الشمال و ليونيل ميسي على اليمين، وانطوان جريزمان مهاجم وحيد تحتيه، راكيتيتش وفرانكي ديونج وسيرجيو بوسكيتس، ونفس هي ال 4-3-3، وفرانكي ديونج عنده جبهات هجوميه وشغل السيد ارنولد فالفيردي والكلام اللي احنا ما كناش بنحب نتكلم فيه، علشان خاطر بنشوف ان فرانكي ديونج عنده مشاكل في تدبير وجباته الهجوميه، والنهارده كان معاه راكيتيتش اللي هو حيويه نص الملعب ضاعت واتضربت في الخلاط وكل حاجه بالنسبه لها ضاع، وان احنا خلاص بقى قاعدين نباصي كوره في نص الملعب، وبنلعب ليفنتي صاحب المركز ال 13 اللي بالمناسبه بيلعب لنا 4-4-2 وبيلعب علينا ضغط عالي علشان خاطر عارف ان لعيبتنا ما بتعرفش تخرج الكره من تحت. تخيل ليفنتي بيلعب علينا ضغط عالي، والله يعني، والضغط العالي بتاع ليفنتي هو اللي جاب لنا مساحات ان احنا نلعب على المرتدات ونلعب على سرعه انسو فاتي وكمان على اختراقات نيلسون سميدو ناحيه اليمين وكمان على سرعات انطوان جريزمان اللي هي اوقات كده بتظهر في الماتش، يعني ما تعرفش هو جابها منين، وبعد كده بتلاقي ان هو خباها تاني ورجعها للمكان المظلم اللي هو كان جايبها منه. برشلونه النهارده بيلعب دقيقتين بس، دقيقة 31 و32 بنجيب فيهم الهدف الاول والهدف الثاني، وبعد كده بنفضل نلوش والرجاله بيروحوا يضيعوا وانطوان جريزمان بيروح يضيع، وبعد كده بينتهي المباراه 2-1 علشان نفضل محافظين على الصوره والاستسهال بتاع الفوز في الكامب نو. بص احنا لو هنلعب كل الماتشات في العالم في الكامب نو الموضوع بالنسبه لنا سهل وبسيط، لسه برضه عندنا نفس المشاكل الدفاعيه في ان احنا لما الكره تتخطف من نص ملعبنا بنلاقي الناس الحاجه في الكوكب ان احنا ما عندناش ديفندر وما عندناش اثنين مساكين، ونفس كل الحاجات الكلاسيكيات الواحد بيتكلم فيها في ماتشات برشلونه، يعني الواحد بيتكلم في ماتشات برشلونه ما عندناش دفاع، ما عندناش اثنين نص ملعب اقوياء، ما عندناش كذا وكذا، بس عادي يعني نفس الحاجات بتتكرر. بنكسب في الليجا؟ بنكسب في الليجا، كل حاجه حلوه في الدوري، كل حاجه حلوه في الدوري، بس في الدوري في الكامب نو بس. احنا في الفرقه اللي بقى بتلعب في الهوم دلوقتي، الفرقه بتلعب في بيتنا زي الفل، تروح بره تلعب خارج الملعب بنلاقي الفرقه ما عندهاش شخصيه، وان الفرقه بتضغط وحالتنا بنلاقي 60 نيله، كيك 60 المدرب الجديد خلص الطريقه بتاعته اللي هي كان بيلعب بثلاثه ورا، وان هو بيحب يبني ونلعب مثلثات ونرجع برشلونه يلعب ونرجع اللي كان وعايشين على اللي فات والكلام اللي احنا كنا بنحبه زمان، واهم حاجه بالنسبه لنا المثلثات والشكل الهندسي جوه الملعب وريحه يوهان كرويف، وان احنا الفرقه عامله مثلثات في نص الملعب ما بين كل مساحه في مثلث بلعيبه برشلونه، والكلام الحلو ده اتعمل ماتشين والله اتعمل ماتشين بجد، وبعد كده لما ما جابش همه والحمار اللي كان ماسكه كان بيلعب ايه بالظبط، راح مرجع الحاجات اللي كان بيعملها في الفيردي. بص يا فرانكي انا عارف انك كنت متضايق انك بتلعب ناحيه الشمال، انا هلعبك ناحيه اليمين يابا، والعب ناحيه اليمين وهتلاقي ان انت كويس ناحيه اليمين، وهحط جنبك فيدال، ده فيدال اتصاب، بعد كده لما فيدال اتصاب قال لك هنحط جنبك راكيتيتش، حطوا جنب راكيتيتش، راكيتيتش اللي اساسا غالبا كده نسي الادوار الهجوميه من كتر ما هو كان ديفندر في اغلب الوقت مع فالفيردي. 4-3-3 بتاعتنا ما تفهمش برضه، يعني احنا بنهاجم باثنين في نص ملعبنا، يعني 4-3-3 مفترض ان هي هجوميه، بنهاجم باثنين في نص الملعب وبنهاجم بالثلاثه المهاجمين. الخطوره لا، هو احنا شايفين 14 كوره على المرمى ومصدر ماتشات علينا اربع كور، ما تعرفش ايه يعني الموضوع، موضوع 14 كره على المرمى ده، يعني 14 ماتش سيتي و14 برشلونه، الحمد لله ان هي قعدت على خير وخدنا الثلاث نقط الحمد لله. يعني في الهدف الاول، الهدف الوحيد بتاع ليفنتي هدف بصراحه دمه خفيف، يعني قبل الكره ما تطلع كره كانت طالعه ضربه ركنيه، كره برشلونه بيبدا من تحت، ارسور نازل في اخر 10 دقائق، يلا ارسور ناخد الثقه ونرجع الثقه ونبني من تحت. تير شتيجن بيلعبها له، ارسور اتضغط عليه على منطقه الجزاء، اتضغط من ارسور اتشاطت جت في لعيبه برشلونه، الكرة اتلعبت الركنية، فضلت تخبط الراجل وراح واخدها فيرست تايم، والراجل بيرجع من ورا من منطقة الجزاء، بيرجع من الستة ياردة، خبطت في رجله وراحت لتير شتيجن في البعيدة، هي ما راحتش في البعيدة قوي، يعني هي جت في ايد تير شتيجن، بس تير شتيجن ما كانش في وضع تشريح كويس ان هو الكرة تطلع، فالكرة دخلت في المرمى، بعد ما الكرة دخلت في المرمى تير شتيجن بيرفع ايده، ما تعرفش بيرفع ايده للعيبة بيقول ان مش ده اللي شايطها ودي خبطت في واحد وساحتني، ولا ما تعرفش بيرفع ايده على التسلل، لان يعني لو التسلل فمفترض ان هو شايف ان لسه سوميدو قدامه لسه بيرجع، وشايف كمان ان بوسكيتس الناحية التانية لسه بيتوب، فا يعني هي اوفسايد ازاي اساسا؟
تري شيجن ضيع كلين شيت، يعني كلين شيت ضاعت وكل حاجه ضاعت. بس حتى لو تري شيجن غلط، ولا حتى لو تري شيجن عنده ازمه في التقدير بتاع الكوره، فتري شيجن يعمل اللي هو عايزه. الراجل اغلب الوقت بيكون شايلنا، واغلب الوقت بيكون هو احسن واحد في الفرقه بجانب ليونيل ميسي. برشلونه النهارده بيكسب بحاجه بسيطه قوي، جري من غير كوره. شوف لعيب بيجري من غير كوره، ولاعيب عنده سرعات بس بدايات. برشلونه دايما لما بيكون عنده لعيب عنده سرعات بياكل الجو في ظل المنظومه اللي كلهم بيتمشوا دي، يعني في ظل كل الناس اللي قاعدين ممكن يباصوا الكوره لبعض 50 60 مره في الدقيقه، ممكن لعيب يجري كده ويعمل انطلاقه عنتريه يروح يخلص بقى الماتش زي عثمان ديمبلي زمان ايام ما كان بيلعب، الله يرحم ايامه ويرحمه ويرجعه بالسلامه من الاصابه. ودلوقتي انسو فاتي اللي بيروح بكورتين بيجيبهم جونين وبيخلص الماتش. يعني احنا جبنا الجون الاول، بعد كده راح سنتر وخدنا الكوره جبنا الثاني خلصنا، قعدنا نعك بقى طول الوقت اللي بعد. ماتش برشلونه كان كويس، ما كانش في الواو، برشلونه ما كانش في العالي قوي ولا في الدي اون، واللعيبه كلها ممتازه. هو برشلونه النهارده لعب كورتين ثلاثه قدر ان هو يخلص بيهم المباراه، وبعد كده رجعنا ثاني لنظام ممل. برشلونه بقى ممل جدا 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 جدا، خصوصا هو معاه الكوره. سيبك بقى من كل الاستحواذ والكلام بتاع المثلثات ده، فعلا برشلونه ممل، بس الكلام ده بينفع برشلونه قدام فرق زي ليفنتي، فرق ممكن تكسبها باقل مجهود. بص يا اسطى، مش تخسر اي حاجه لو عملت لايك وسبسكرايب، لا هو عيب ولا حرام. احنا بنشوف من برشلونه حاجات تكررنا في الكوره، وحاجات تكررنا في ان احنا بني ادمين اساسا، فمش تخسر حاجه لو عملت لايك وعملت سبسكرايب. ومثلي على الحاج كيكي ستيان ان هو اللي هيراجع تيكي تاكا. الله يرحم التيكي تاكا يابا، راحت مع اللي راحوا.